FM. الكلمة ليك. معناتها باش نكونوا متفاهمين في الاسم معناتها قبل كل شيء معناتها هو اسمه مكمل غذائي سي ان كومبليمون اليمونتير معناتها اون فوا السيد ولا اللاعب الرياضة كسوسوا معناتها ذكر أو أنثى إذا كان ما عندوش هيجين دو في نرجع ديما للهيجين دو في اللي هي كي في لا ديفيرونس حتى في السبور ديليت معناتها حتى نتبعوا الفوت نتبعوا كذا تشوف حتى جوارتنا بصراحه معناتها كامل احتراماتنا وكل شيء ما عندنا اون تري موفيز هيجين دو في معناتها نرجعوا لموضوعنا معناتها تويك اذا كان ماكش متغذي بالكدا سارانيان دو بروندر دي كومبليمون اليمونتير نمشيو دون لو سونس مثلا نمشي معاك دون لو سونس انسان قاعد يتغذى بالكدا وما ثماش ويتمارس في الرياضه اون بون هيجين دو في وما ثماش خاطر مومون دوني البدن يستاغن معناتها تاخذ هو شنو لو بيوت نتاع البروتينات وهذه لي كومبليمون اليمونتير انك توفر اكثر من البروتينات هي واللي زاسيد امينيه هما معناتها اكثر حاجه يتغذى منها العضله ونحن لو بيوت اون فوزون دو لا مسكولاسيون سي دو بروندر معناتها انه العضله اللي تكبر الحجم نتاعها سي دو بروندر دو لا ماس musculaire et du volume musculaire. Une fois avec une bonne hygiène de vie où tu traînes, à un moment donné, tu as une stagnation, tu as le maouna, فهمني نعاونوه البدن باللي كومبليمون بالمكملات ديما ناكد على كلمه مكملات مكمل غذائي مكمل غذائي نحن تلقى الصباح فهمني شرب قهوه وكعب كرواسون فلقاه الى طايش ساندويتش لا شيء ما نعرف شنو يسساك ويمشي للسال دو سبور مال نوتري في الليل ديجا ساهر ما رقدش بالكدا وخلط البروتين وخلط صوص سي تو تافي تولي مضره لهنا مضره لهنا دونك هنا وين الضر البروتين المضره نتاع البروتين حتى برشا اولياء سامحني قصت عليك وسام برشا اولياء حتى برشا عباد معناها حتى بخوه ولا قريب ولا حتى صاحبه يحكيوا ديما على البروتين فما موجود الكلام اللي يقول لك راهو مضر ينجم يضر بون هنا وقتاش ينجم يضر البروتين شوف انا جي نعاود نرجع مثال باش نقول شبيه ديما عاودها جي في معناتها لو سبور عملته في كل تجلياته عملته طونك لا بالعكس ماذا بينا ديما تعاودها هذه باش يعرفوها اللي تاخوها من عند انسان يعرف اش قاعد يحكي معناها بخلاف لو كورسوس اكاديميك وبخلاف الاستاذيه في الرياضه وبخلاف بخلاف انا ولد حومه شعبيه خرجت من حومه سيدي عمر اللي هي تلقب بعثره في نابل نتشرف بها الحومه هذه خرجنا منها عملت الرياضه كهاوي ومن بعد انغمست وعملت الرياضه كلاعب محترف سا توجور ايتي معناتها لا ديفيرونس كانت ناس معايا في الكاراتيه معناتها النيفو نتاعها يهرب بيا هروب معناتها في الرياضه بصفه عام فينالمون لقيت روحي انا عملت اون تري بون كارير عملت ان تري بون ريزولتا والناس هذيا امي شوما طاحت طومبان كيما نقولوا فين صارت لا ديفيرونس فين صارت في الرغبه في العزيمه نتاع سورتو في ليجين دو في في ليجين دو في انا نترين انت ترين خاطر يا با دون راه تو في الرياضه بصفه عامه ما عادش الموهبه راه ثم بريسك اون سيونس اكزاكت 1 بلس 1 ايغال 2 ترقد بالكدا تترين اون بون كاليتي دونترينمون اون بون هيجين دو في اون بون نوتريسيون بحول الله ثم نتيجه كاب اف ام الكلمه ليك